en la vía como el Masía. Et si le Christ n'est pas ressuscité? Bismillah, wa ibn al-Qudus ila al-Wahid, amin. Safir, le de Faransa, Estes Ramahouen, ici la Bouquet Nazimé, Bouquet Yémé, la Filkin, Echouati, Ahibba, Al-Masih Hukam. بس نعيد مع بعضنا هالعبارة المسيح قام حقا قام هيك بتأمل بكلمة حق حقا قام هالكلمة اللي محبوسة بالإيمان الحقيقي إنه حقيقة المسيح قام فيه حقيقة أنا أؤمن أن المسيح قام هيدي فكروا فيها إخواتي ما تجعلوها هيك مناسبة بس للمعيدة وفقط وتمروا هيك كيف ما كان بحياتنا حقا قام يعني حقا قام يعني انه اؤمن من كل كياني انه المسيح قام وبتعرفوا اخوتي الكاهن بس بده يوعظ بتشوفوني ولا ورقة ولا قلم اكيد ولكن بتكون كل الجمعة وكل الصوم عم فكر شو الرسالة اللي بدي وصلها لإلكم بأقل كلمات ممكنة وبأقل وقت ممكن لأنه إذا طولنا شوي كارثة ببلش ننتقد ونخش نخلص. بأقل كلمات ممكن وصل مساج رائع لأشخاص يمكن يجوا بس على القيامة بالإدعاء القداس. لأشخاص حابين ياخذوا زوادي معهم على بيوتهم بهالنهار هيدا بالسير وجايين يسمعوا الكلمة مش بس ياكلوا لقمة يسوع. والمهم تحطوا براسكم هالفكرة وفكروا فيها ببيوتكم ومع عيلتكم ومع أولادكم ومع كل أصحابكم. تخيلوا معي عالم من دون قيام. عالم un monde sans résurrection. Sans la résurrection de Christ. Imaginez ce monde-là. وتخيلوا معي وفكروا بالعمل. بهالجملة هيدي اللي قلت لكم اياها يمكن ما قدر جاوب اليوم انا على كل شيء بس انتوا حلو تجاوبوا اليوم معي وتفكروا تتأملوا بحياتنا من دون قيامة المسيح اكيد في البعض بيقولوا لي يا ما في ناس بهالعالم اخر هم قيامة المسيح واخر هم المسيح ولا سمعيني فيه وعايشة بسلام وبتعيش الحب مع الناس وعندها شخصية رائعة وهيك وخدومة ايه بقلكم ايه بس انا بقلكم شغلة العالم من دون قيامة عالم الموت بصير عالم الموت وزراعة الموت واللا أخلاقية والفلتان على آخر مدى وإذا كان في عالم لو حتى هن لم يؤمنوا بالمسيح ولم يعرفوا المسيح وعم بعيشوا بروحانية المسيح لأنه سقيفة الحياة المسيحية منذ أن قام المسيح حتى اليوم انتشرت وراحت هالسقيفة وفاتت بكل فلسفات العالم وإذا كان في عالم بحبوا هن بحبوا لأنه المسيح علمنا وإذا كان في عالم بنبشوا على السلام ما فيهم المسيح ما بيقدروا المسيح لأنه هن تشربوا روحانية المسيح من هون ومن هون وبقراءاتهم بحياتهم الشخصية من دون ما يعرفوا المسيح ولكن أنا بقلكم شغلة إن آمن العالم في القيامة وجعل المسيح ملكا عليه خلص العالم وعم السلام في كل البشرية وعم الكمال في حياة الإنسان نحن إخوتي من دون المسيح من دون قيامة المسيح ما كان عندنا إنجيل ما كان عندنا طريق خلاص نوصل فيه للملكوت ما كنا نعرف نحب حتى أعدائنا حتى اللي بيقتلونا واليوم أنتم كلكم يمكن سمعتوا هالشي اللي صار بسخيلانكا لو حتى قتلونا نحن نفقه
أبناء القيامة، نبقى أبناء القيامة. ولو حد حرقك لا يسرق، نحن نبقى أبناء القيامة، لأن كنيستنا ليست كنيسة حجر، إنما هي أنتم كنيسة المسيح، وكل واحد منا هو كنيسة المسيح. ويتألم المسيح حين تكون كنيسة الإنسان عم تحترق، الحب فينا يحترق يتألم المسيح. حين نكون عم نسعى للحرب وللقتل وللدمار، هذه هي الكنيسة التي تحترق. إن كنا مسيحيين أو غير مسيحيين، يحترق قلب المسيح حين يرى بشر بلا حب، بشر بلا سياسات سلام، بشر بلا سياسات غفران. هذه هي قيامة المسيح. ويتمجد المسيح حين نكون أبناء القيامة، أبناء الغفران، أبناء السلام، أبناء الحب الحقيقي اللي ما له حدود، أبناء الأخلاق، الأخلاق السامية والتقاليد الرائعة، عائلات تبشر بالمسيح وتعيش المسيح. هذا هي مجد القيامة، وهذا هو عيد القيامة. إخوتي، اعملوا الفرق. اوعى تكونوا بهالعالم أبناء المسيح من دون المسيح، مسيحيين من دون مسحة المسيح من مسحنا في قبل المعمودية، من دون الإرباك اللي هو علامة القيامة. اوعى أحبائي، اوعى اوعى. نحن أبناء القيامة، أبناء المجد، أبناء الملكوت. عيشوا الملكوت من كل قلبكم، بشروا فيه. إذا بعد في ناس عم بتقتلنا، يعني نحن مقصرين بالتبشير بحب المسيح. بشروا بالمسيح على الطالع وعلى النازل، في كل آن وآن نبشر بالمسيح، بقيامة المسيح، بالحياة الأبدية اللي ربحناها بقوة قيامة المسيح. بشروا بالمسيح، عيشوا المسيح. إخوتي، نحن أبناء القيامة، وعيد القيامة حين أحيا المسيح وأحيا الإنجيل وأكون إنجيل آخر في هذا الوجود. هيدي هي الكلمة اللي بقلكن إياها. واليوم فرحتنا كبيرة كمان، عنا مدلين حبت اليوم تعمل أول قربانة تبعها، صاحبهم يحكوا اليوم وجاوبي. Nous sommes très fiers et très heureux de vous accueillir parmi nous, dans votre église, dans votre famille maronite. Et c'est là votre grande maison, pas seulement la maison de la prière ici de Notre-Dame-du-Liban, mais la maison de notre cœur. Nous allons prier pour toi et pour tous les enfants qui reçoivent la première communion et la communion chaque jour, et surtout pour nos chers adultes et pour nos chers parents ici présents, et pour tous les jeunes. Qu'ils soient fiers et fidèles à leur communion, à l'hostie du Seigneur, au corps et au sang du Seigneur que tu vas recevoir pour la première fois aujourd'hui. Prie aujourd'hui pour que tu sois fidèle pour la vie à ce corps et à ce sang de Christ qui a été versé pour nous par amour sur la croix du Seigneur. Et c'est le corps de la résurrection. Tu es prêt à le faire? Madeleine, tu es prête à être fidèle au Christ pour la vie? Super! Tu vas être tenté, il va y avoir des camarades à côté de toi, et lorsque tu vas grandir, tu vas être des jeunes qui vont dire: ah, c'est Christ, c'est un mensonge de Christ. Et non, le Christ est notre amour et notre résurrection. À jamais. Tu es sûr? Super! Nous avons quelqu'un qui nous a dit: donc, il est là. Yeah.
résurrection, la croix de la paix éternelle de notre Seigneur, nous allons venir les quatre coins du monde par la force de la Trinité Sainte, afin que la paix du Seigneur règne sur les cœurs du monde entier. Prions tous ensemble, chers frères et sœurs. Je vais bénir premièrement à l'est et à l'ouest, au nord et au sud, pour que le monde entier soit béni par la croix du Seigneur et pour que notre monde soit une civilisation de la résurrection, une civilisation d'amour et de miséricorde. Priez de tout votre cœur avec moi. فليكن سلام الآب وأمان الإبن وشركة الروح القدس معنا وبيننا جميع أيام حياتنا. Que la paix de notre Père et l'assurance du Fils et la communion du Saint-Esprit soient avec nous toutes et tous pour la vie. Amen. فليكن سلام الآب وأمان الإبن وشركة الروح القدس معنا وبيننا جميع أيام حياتنا. L'assurance du Fils et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous à jamais. Amen. 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 وعلى هذا الجمع الحاضر وعلى رعيتنا المنحني أمامك تواضعا وطاعة لك يا ربنا يسوع المسيح. إن صليبك هذا المحيي به خلصتنا من الضلال وجعلته سلما يصعد فيه جميع الساجدين له إلى أعلى السماوات. به يحرس المسيحيون ليلا ونهارا من الشرير وقواتهم. به يتربى الأطفال وتتحصن النساء ويتعفف الشبان. وبالحكمة يزدان الشيوخ ويتقدس الكهنة ويتطهر الشمامسة. به تحفظ الأديار والكنائس. وبه يرحم الموتى المؤمنون. ويوم تظهر في انتهاء الزمان نستنير كلنا في ظل صليبك الضافر. يا ربنا وإلهنا لك المجد إلى الأبد. Maintenant, chers frères et sœurs, nous allons recevoir la paix de la croix glorieuse de la résurrection. Thank you.
الأقصار.